اليوم توقفنا على التهيئة والطرق وتعبيد الطرقات على مستوى هذه البلدية، وقفنا على الإنارة العمومية، على بعض الهياكل مثل الهياكل تاع الشباب وين راه كاين إنجاز تاع مسبح وسوف يسلم في نهاية مارس أو بداية أفريل لقطاع الشباب والرياضة. هناك ملاعب معشوشبة كذلك. وبالنسبة للجانب الدراسي، هناك إعادة تهيئة لكل المدارس الابتدائية على مستوى بلدية ورقلة.